هذا اجتماع مشترك ما بين اللجنة التنفيذية والكتاب الجهويين، الهدف منه وهو العرض ديال واحد الوثيقة كتهم الاحتفال ديال حزب الاستقلال بالذكرى 80 لإحداث كتلة العمل الوطني اللي هي النواة الأولى ديال حزب الاستقلال، وكذلك من أجل إعطاء الانطلاقة لواحد الدراسة استشرافية ديال كيفاش حزب الاستقلال كيتمنى يشوف المغرب خلال العشر سنوات المقبلة. هذه دراسة استشرافية غادي نعتمد فيها على العمل الجامعي وديال الجامعيين وديال الكليات والجامعيين المتخصصين. إذن هذا الاجتماع تعرض فيه عرضت فيه اللجنة التنفيذية على المنسقين والكتاب الجهويين هذه الأرضية، واستمعنا للآراء ديالهم، وتم الاعتماد ديال البرنامج غادي ينطلق إن شاء الله يوم 11 يناير 2014 وغادي ينتهي 11 يناير 2015. الهدف منه وهو إدكاء أو إعادة إدكاء الحس ديال الحماس وديال التعبئة من أجل المغرب، من أجل المعارك الكبرى، من أجل التحديات الكبرى الحاضرة واللي جاية في المستقبل إن شاء الله. الهدف كذلك وهو تسليط الضوء على واحد 80 سنة من 34 حتى 2014 من كان اختزلوا المحطات ديالها، كتبان هاد 80 سنة اللي فيها ثلاثة ديال الملوك، اللي كان فيها الاستعمار وفيها الاستقلال، اللي كانت فيها معارك من أجل الديمقراطية، من أجل حقوق الإنسان، من أجل التنمية، من أجل الديمقراطية. هاد 80 سنة طبعت الحياة ديال الدولة المغربية خلال 12 القرن. هاد 80 سنة ساهمت فيها الحركة الوطنية بجانب الملوك العلويين من أجل إعطاء المغرب الحديث، المغرب العصري الجديد. الهدف من هاد الإحياء ديال الذكرى ماشي الإطلالة على الماضي والإطلالة على التاريخ فقط، ولكن من أجل استرجاع هذا الماضي التاليد، هذا الماضي القوي، هذا الماضي العظيم والمملوء بالدلالات، من أجل أولا الشباب والأسر المغربية باش تسترجع يعني هذا الماضي ديالها، ومن أجله هذا هو الأساس من أجل التوجه نحو المستقبل. حزب استقلال مع باقي الفرقاء والشركاء السياسيين اللي عرفتهم هذه 80 سنة غادي نخلدوا هذه الذكرى وغادي نوجدوا العشر سنوات المقبلة ديال العمل السياسي في بلادنا.